أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. اليوم على غير العادة من مدينة المعتمد نشارك مع أحبابنا هذه اللحظة الجميلة من مسجد خير البحر. في هذا المكان يأخذك الحنين بعيدا، حيث كانت تقام الصلوات، حيث كانت تقام الجمع. هنا كان يعلن عن رمضان وعن العيد، هنا كانت الزغاريد تسمع مودعة مواكب الجهاد أو مرحبة بعودته. رغم ما طاله من التشويه لا زالت بصمات أصله بارزة. هذا المسجد الذي هنا والذي في والكتبية الذي في مراكش هما شبيهان. ما لست أدري ماذا عساني أن أقول، ولكن في هذا المكان دفء خاص، والله دفء خاص. لست أدري لماذا، ولكن لربما آثار الصالحين التي كانت هنا. لا إله إلا الله. لا. كذلك أورثناها قوما آخرين. وآية أخرى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لا إله إلا الله.